لما ببص على المثال الاولاني دوت، انا عندي x1 of z بتساوي عباره عن polynomial. اوكي؟ polynomial of z. اوكي؟ فلو بصيت على البولينوميال دي، انا يعني عايز احسب لها البولز والزيروز، كويس؟ هل اقدر من البولينوميال دي احسب بولز وزيروز؟ انا اول حاجه البولينوميال دي دي بولينوميال اوف زي ماينس 1، يعني زي ماينس 1 وزي ماينس 1 اس 2 وزي ماينس 1 اس 3. عشان احسب لها البولز والزيروز بتاعتها لازم احول البولينوميال دي تبقى بولينوميال اوف زي. اوكي؟ فلو خدتها بالشكل ده كده، يبقى معنى كده ان انا هضرب فوق وتحت، فاعلى اوردر هنا اللي هو زي تو ذا باور 3، يعني هنا، يعني بحيث انها في الاخر كل الحاجات، كل الايتمز اللي فوق دي تبقى زي، ويبقى عندي تحت هنا في نفس الحاجه اضرب فوق وتحت عشان يبقى ما عملتش اي حاجه بالنسبه للايكويشن. اوكي؟ لو بصيت عليها بالشكل ده بقى، اقدر ان انا ابص على الجزء اللي فوق ده، اطلع منه الزيروز، اشوف الروتس بتاعت البولينوميال اللي فوق دي اطلع منها الزيروز، وواضح جدا هنا ان انا عندي 3 بولز، يعني عند زي بتساوي 0 عشان في عندي زي تو ذا باور 3 تحت. اوكي؟ فمن هنا على طول اقدر اطلع البولز بتاعتي اللي هي كلها عند الزير، واحدة اقدر احسب الزيروز بتاعتي بتساوي كام بان انا افك البولينوميال دي واطلع لها الروتس بتاعتي. اوكي؟ فالجزء الثاني طبعا، هو خلي بالنا من حاجه، ان احنا عندنا بنحول اكس 1 اوف زي مهما كان شكلها، نحولها البولينوميال اوف زي فوق نيوميريتور، وبولينوميال اوف زي تحت دي نيوميريتور. اوكي؟ ونجيب نجيب الروتس بتاعت الاولانيه تبقى الزيروز، والروتس بتاعت الثانيه تبقى البولز. طيب في عندي المثال الثاني ده، هو المثال اللي احنا غالبا بنلاقي حاجات شكلها كده، يعني دايما الزي ترانسفورميشنز بتطلع في الاخر شكلها عباره عن يعني راشونال فانكشن كده، ويبقى في عندي بولينوميال فوق وبولينوميال تحت. برضه البولينوميال هنا فانكشن في زي ماينس 1، وتحت هنا ما فانكشن في زي ماينس 1. فاللي محتاج اعمله برضه اشوف اعلى اوردر فوق بكام واضرب فيه، بحيث ان انا يبقى عندي كل الدنيا فوق فيها زي، ونفس الكلام بالنسبه لتحت، كل الدنيا هيبقى برضه فيها زي تحت. اوكي؟ وهضرب فوق وتحت بنفس الحاجه طبعا. لو عندي هنا حاجه فوق اكبر من تحت، يبقى معنى كده هضرب في الكبيره عشان ايه؟ يبقى عندي في الاخر كله فوق وتحت، يبقى ايه؟ في زي، ما فيهوش اي زي ماينس 1 خالص. فلاقي فوق باي 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 يعني تشانس كده ان انا عندي هنا الاوردر بتاع فوق تو ماينس 3. اوكي؟ زي تو ماينس 3، وهنا برضه نفس الكلام، اعلى حاجه زي تو ماينس 3. اوكي؟ فلما اجي اضرب هنا في زي تو ذا باور 3، هضرب تحت في زي تو باور 3، هتبقى كفايه بالنسبه للاثنين ان هم يتحولوا لي لايه؟ يتحولوا لي لتو يعني بولينوميالز اوف زي. اوكي؟ فلما بعمل كده دلوقتي، لما هضرب هنا زي تو ذا باور 3، هدخل واحده منها هنا زي واحده، ودخل زي تو ذا باور 2 هنا، فيبقى عندي هنا دي تبقى 1 ماينس زي، ودي تبقى 1 بلس توايز زي. اوكي؟ وتحت هنا يبقى عندي زي دي هتبقى خلاص بقت 1، ولما دخل هنا زي تو ذا باور 2 هتبقى عندي 1 بلس سكوير روت اوف 2 في زي زائد زي سكوير. اوكي؟ فيطلع لي حاجه بالشكل ده كده، برضه بولينوميال اوف زي فوق وبولينوميال اوف زي تحت. لما بحسب الروتس بتاعت فوق بقدر اطلع الزيروز، ولما بحسب الروتس بتاعت البولينوميال تحت اللي هي الدينوميريتور بقدر اطلع البولز. اوكي؟ انا ما بهتمش قوي بالارقام بتاعت الحاجات دي، هي سهله ممكن يطلعها كل حاجه، بس عامه انا بحاول بس ان احنا نبقى مركزين في الفكره، مش بنركز على ان احنا نحسب الحاجات دي ازاي، لان احنا ابسط حاجه ان احنا لو احنا عايزين نحسب الروتس بتاعت بولينوميال بنروح على مات لاب وندخل الكوفيشنز بتاعت البولينوميال بتاعتنا ونقدر نطلع الروتس بتاعتها، يعني حتى لو كانت بولينوميال اكبر من كده. اوكي؟ فاحنا بنركز على الفكره، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، وبعد كده الارقام وازاي هنحل مساله دي بعد كده ممكن لها طرق كتيره الحقيقه نقدر نعملها.